أكثر من 2000 مخزن ينتشرون بمحافظات الجمهورية يبدو على هذا الحالة، وفرة في المعروضة وجودة في المنتج تصرف للمواطنة على بطاقة الدعم. بيتم توزيع الحصص على التجار على حسب رغبة التجار وبالتالي على حسب رغبة المواطنين، وعندنا مخزون متوفر في الفرع يكفينا لمدة 3 شهور. هنا بالقاصة أحد أكبر مراكز محافظة الدقهلية، الانتشار الكبير للسلع به لا يقل عن غيره بمخازن العواصم الأخرى بالمحافظات. نخدم محافظة الدقهلية عن طريق 22 فرع المخازن لشركة الجملة متوزعين حسب كثافة السكان. يعني على سبيل المثال مركز ميدغمر فيه كثافة عالية، فيه 3 فروع في ميدغمر. مركز المنصورة فيه 4 فروع في مركز المنصورة. في محافظات مراكز أقل شوية بقى فيها فرع أو 2. ولضمان وصول الدعم إلى مستحقه ومراقبة الصادر والوارد، نفذت الوزارة مشروع التحول الرقمي بتلك المخازن التي يصل عددها إلى 1500 مخزن. الشركة العامة دلوقتي تستطيع أنها تستخرج جميع الفواتير الإلكترونية للتجار اللي بترتبط بالمنظومة، وبالتالي لن يستطيع التاجر التصرف في أي كميات ببيعها وشراء سلع رديئة وتوزيعها للمواطنين، لأن جميع السلع اللي استلمها التاجر مؤمنة وموجودة على الجهاز. عممت المنظومة إذن، واستطاعت معها الوزارة مراقبة كل السلع لضخة أيا منها حال الاحتياج. وبنظرة واحدة في هذا المكان يبدو الأمر متشابها مع غيره من المخازن الأخرى التي تنتشر بمحافظات الجمهورية، وفرة في المعروضة وجودة في المنتج. فالتجول بشوارع أي مركز أو أي مدينة بالمحافظات يرى فيها المواطن نفس السلع بمنافس الصرف كبقالين التموينة ومنافس جمعيات أيضا. ما فيش فرق بين السلع الموجودة في الريف في المدينة في مركز المحافظة، كلها نفس السلعة، هي نفس السلعة الواحدة، نفس الشركات الموردة هي نفسها، نفس الجهات المراقبة هي واحدة. اكتملت الصورة بحسب الخبراء، واكتملت معها منظومة التحول الرقمي بتلك المخازن للحفاظ على أكثر من 35 مليار جنيه تنفقهم الدولة سنويا لتلبية احتياجات المواطن على بطاقة الدعم. رمضان الشحات، التلفزيون المصرية.